اول ما عرفت ان هو هيتجوز تعمل ايه؟ وراح مجردين من ملابسه كلها، وبعد كده راح نيموه على بطنه وابتدوا بعصا خشبيه. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حرف، قناه خصصناها بالكامل لعالم الكريم، لكن بقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. اصعب شيء على الست انها تاخد لقب مطلقة. كلمة مطلقة يعني ايه؟ يعني زوجة فاشلة. دي لما تكون متجوزة واحد كويس وهي اللي وحشة، لكن في احيانا واحدة بتبقى كويسة جدا لكن هو اللي زوج فاشل. لكن صعب على الست قوي انها تبقى اسمها مطلقة. اصعب حاجة عليها. مطلقة يعني ما عرفتش تحافظ على بيتها، ما عرفتش تحافظ على جوزها، ما عرفتش تظلل على أسرتها، فبالتالي بيبقى صعب عليها قوي. أنا بقول ليه ست فاشلة؟ أنا بتكلم على الحالة اللي احنا بصدتها والجريمة البشعة اللي حصلت واللي هحكيها دلوقتي، بيدل إن هي زوجة فاشلة، وحتى برضو كلمة مطلقة قليلة عليها. الست اللي ما تحافظش على بيتها وما تحافظش على ولادها وجوزها تبقى ست فعلا فاشلة فاشلة فاشلة. ايه اللي حصل؟ الزوج اسمه ايهاب، موظف فاتح بيته، عايش بما يرضي الله، مكفي بيته وزي الفل. هي زوجة لا تراعي الله في بيتها ولا في ولادها ولا في جوزها، ودايما متبرمة ودايما على طول لا حمدة ولا شكرة، ولا تعرف معروف لجوزها، ولا عمر جوزها يعرف منها كلمة كويسة ولا يسمع منها كلمة شكر، على طول زعلانه وان هي كانت تستحق عيشه احسن من العيشه دي، وايه الغلب وايه الحزن اللي هي عايشه فيه، رغم ان جوزها كان عامل زي الشمعه اللي بيحرق نفسه عشان ينور لها بيتها. وفي الاخر لما تعب وزهق وما لقاش فايده خالص قال خلاص احنا هنعيش غير مره واحده في حياتنا، نعيشها صح وبلاش الهم والنكد، روحي يا ستي وانت طالق. وطلق سميره بعد زواج امتد اكتر من 7-8 سنين. لما اتطلقت وحست بفرق النعمة وان هي كانت عايشة عيشة بتحسدها عليها كل النساء، وان هي اتبرمت وحست ان هي خسرت، طب عايزة ترجع له. ما احنا احيانا ما بنحسش بالنعمة اللي بايدينا غير لما تروح منا، ما بنحسش بالخير غير لما ربنا ينزعه منا، ما بنحسش بالراحة غير لما بنشوف الشقة ونقول ده احنا كنا مستريحين واكلين شاربين نايمين متهنيين، ايه اللي خلانا عملنا كده؟ يا ريت الزمان، نقول للزمان ارجع يا زمان. خلاص الزوج طلع من السجن قال لك الحمد لله للحرية، لا وش كويس ولا معاملة كويسة ولا نظافة ولا اهتمام ولا رعاية، وكمان شخط ونطر وصوت عالي وقلة ادب تغور الزوجة بوشها مادام مش لاقي معاها راحتي. الزوجة حاولت معاه مرة واثنين وثلاثة مفيش فايدة، رجعني رجعني، الله خلاص كنت مستريحة وعايشة في عيشة هنية، استكترت الخير على نفسك ودلوقتي جاية تقولي تعالى رجعني. خلاص اللي راح راح وانا هتجوز. اول ما عرفت ان هو هيتجوز تعمل ايه؟ تعال نشوف الست وان طالت عشرتها. على طول خدت قرارها وهتعمل اللي هقول لكم عليه. بس قبل ما اقول لكم هي عملت ايه، بدعوكم لاشتراك في قناه ساعه مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاله الحلقه. اللي حصل ان الزوجه راحت اتفقت مع اتنين من اصدقائها، واحد اسمه عماد وده مزارع، وواحد اسمه كامل ده تباع. عيال سكاكيه، عيال شوارعيه، مصاحباه. قالت لهم بقول لكم ايه؟ طالين مش هيرجعني. وكمان هيتجوز، يعني كل الخيوط اللي انا بحلم بيها ان انا اقدر اوصلها ببعضها هتتقطع، وبعد ما واحده هتيجي تاخد مكاني وتعيش العيشه اللي انا كنت عايشاها وتتهنى الهنا اللي كنت متهنياه واللي ما حسبتش بقيمته ولا حسيت بيه غير بعد ما سبته، لازم انا ندمه على اللي عمله. اقولها عايزه ايه؟ قالت لهم عايزه ما اخلوش لا يتجوز وافضل كسر عينه. قالت لها الله بسيط، نكسر لك عين في حاجه تاني؟ قالت ايوه، يمضي لي على صلاة أمانة عشان يوم ما يفكر يتجوز وما يرجعنيش أسجنه بيه. أقول لها تمام،
حاجة تاني قلت لهم لا. قال لي عناية انت كل اللي عليك يسلموه لتسليم اهالي. قلت لهم يعني ايه؟ قال لي يعني اتصل بيه قول له عايزك في موضوع في مشكلة واول ما يجي سيب النحنة الموضوع. قلت له ماشي ماشي يا كامل. وعماد كان واقف ساكت شوية. فعلا اتصلت بيوسف اخبارك يا ايهاب وعامل ايه؟ انا كنت عايزاك. قال لها عايز ايه؟ قلت له ما تخافش انا مش عايز ان نرجع خلاص انا متقدم لي عريس وعايزاك بس اشوفك علشان تقول لي رايك ايه علشان بس الاولاد ولازم نعمل حسابهم. قال لها يا ست اتجوز زي ما تتجوز شرع ربنا. قالت له طب يا اخي قابلني وبعد كده نتكلم عشان الاولاد عايزين يشوفوك. قال لها ماشي. الراجل رايح بسلامه نيه. اول ما وصل لغايه البيت فوجئ بالاتنين دول عماد وكامل على طول اشهروا الاسلحه البيضاء في وشه وجوا خدوه في عربيه من الفان الصغيره دي وراحوا طلعوا بيها على منطقه مجهوره بيت هناك في منطقه مجهوله وراح على طول مكتفينه وراحوا مجردينه من ملابسه كلها خلوه زي ما امه والدته وبعد كده راحوا نيموه على بطنه وابتدوا بعصا خشبيه بيصوروه هم بيحاولوا ان هم يعبسوا باعضاء حساسه بجسمه. بعد كده نزلوا فيه ضرب. بعد كده خدوا الفيزا منه خدوا الموبايل خدوا حافظه النقود وفي الاخر مضوا على 5 صلاة امانه على بياض. ومراته قالت له الكاتبه اللي بتصور قالت له وريني هتتجوز ازاي. اي عروس هتروح تدخل لها هبعت لها الفيديوهات دي. اي بيت هتروح تدخله هبعت لهم الصور دي وهنزلها على الفيس واقول اهو احنا قضينا على عرضه وشرفه وهتكنا عرضه. واسرات الامانه هقدمها في اليوم اللي هتتقدم فيه لاي حد هسجنك بيهم وهتطلع من السجن دخلك بالوصال الثاني والوصال الثالث والوصال الرابع والوصال الخامس هخلي حياتك مرار. طلع ايهاب بعد ما اتضرب وبعد ما اتصور فيديوهات خادشه جدا للحياه ما لقاش بده ان هو يروح يتقدم الى مديريه امن اسكندريه يشرح لهم كل اللي حصل معاه. على طول كان القرار باتخاذ اللازم وجاه التحريات. فعلا تم التوصل الى الزوجه وعماد وكامل شركائها بالقبض عليهم. فعلا فوجئ ان على موبايل مراته الفيديوهات بتاع زوجها وهم للاسف بيهتكوا عرضه بشكل بشع جدا لدرجه ان الراجل نزف من مؤخرته. بعد كده لصالات الامانه كانت مع عماد والمتعلقات الفيزا والمحفظه والموبايل اللي هوها مع كامل كلهم سلموا الادوات الموبايل اللي صوروا بيه بتاع الزوجه ايصالات الامانه اللي كان ماضي عليها المحفظه والموبايل والفيزا كلهم سلموه بقى طرفات تفصيليه ومثلوا الواقعه كما نفذوها بالظبط. هنا بقى هو انت مش كنت في النعمه دي ليه اتبطرت عليها؟ وعماد وكامل ايه اللي يخليهم يجسفوا المجسفه دي كلها علشان خاطر سواد عيونها؟ اكيد بمقابل مادي او بمقابل يعلم به ربنا. المهم اعترافات تفصيليه في النيابه تم تحديد جلسه تم الحكم على الزوجه سميره وعلى عماد وكامل بالاشغال الشاقه لمده 15 سنه ليكونوا عبره لغيرهم للي تخطف طلاقها وتهتك عرضه وتخليه ينزل بعصا خشبيه وتصوره في الاوضاع دي وتاخد منه الموبايل وتاخد منه الفيزا وتاخد حافظه نقوده لا يمكن تكون بني ادم. اللي تكري على ابو عيالها وتجيب له بلطجيه عشان يعملوا فيه كده يمكن تكون بنادمه. 15 سنه انا شايفها احسن من الاعدام 100 مره. الاعدام كانت هتتمر شهر 2 وتتاح بالموت لكن 15 سنه كل يوم هتشوف فيه المر. يا جماعه لازم نتعلم احنا لا نتجوز بالمعروف لا ننفصل بالمعروف لكن ما ينفعش يا جماعه كده. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.